تكوين 37. وسكن يعقوب في أرض غربة أبوه في أرض كنعان. دي مواليد يعقوب. يوسف لما كان ابن 17 سنة كان بيرعى مع أخواته الغنم وهو صبي عند ولاد بلها وولاد زلفة مراتات أبوه. وجيه يوسف بالنميمة بتاعتهم الوحشة لأبوهم. وأما إسرائيل فحب يوسف أكتر من كل ولاده لأنه ابن عجزه، فعمل له قميص ملون. فلما شاف اخواته ان ابوهم حبه اكتر من كل اخواته كرهوه وما قدروش يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلم وبلغ اخواته فزادوا كمان كره ليه. فقال لهم اسمعوا الحلم ده اللي حلمته. اهو احنا حازمين حزم في الغيط، وفين والحزمة بتاعتي قامت واتفردت فحوطت الحزم بتاعكو وسجدوا للحزمة بتاعتي. فقال له اخواته تكونش هتملك علينا ملك ولا تتحكم فينا تحكم. وزادوا كمان كره ليه عشان خاطر احلامه وعشان خاطر كلامه. بعدين حلم كمان حلم تاني وحكيه على اخواته. فقال انا حلمت حلم تاني، وفين والشمس والقمر وحداشر كوكب بيركعوا ليا. وحكيه على ابوه على اخواته. فوبخوا ابوه قال له ايه الحلم ده اللي حلمته؟ هنيجي انا وامك واخواتك عشان نركع لك لحد الارض؟ فحسدوا اخواته. واما ابوه فاحتفظ بالموضوع. وراح اخواته عشان يرعوا غنم ابوهم عند شكيم. فقال اسرائيل ليوسف مش اخواتك بيرعوا عند شكيم؟ تعال فابعتك ليهم. فقال له انا هو. فقال له روح شوف اخواتك انهم بخير والغنم بخير وبلغني تاني. فبعته من مخافضات حبرون فجه لشكيم. فلقاه راجل وهو تايه في الغيط. فسأله الراجل عايز ايه؟ فقال انا عايز اخواتي، بلغني بيرعوا فين. فقال الراجل رحلوا من هنا لاني سمعتهم بيقولوا نروح لدوسان. فراح يوسف ورا اخواته فلقاهم في دوسان. فلما شافوه من بعيد قبل ما يقرب ليهم عملوا حيلة عشان يموتوه. فقالوا البعض اهو صاحب الاحلام ده جاي، فيلا دلوقتي نقتله ونرميه في واحد من الابار ونقول وحش سيء اكله فنشوف تبقى ايه الاحلام بتاعته. فسمع رأوبين وانقذوا من ايديهم وقال ما نقتلهوش. وقال لهم رأوبين ما تهدروش دم، ارموه في البير ده اللي في الصحراء وما تمدوش ايد ليه عشان ينقذوا من ايديهم عشان يرجعوا لأبوه. فحصل لما جه يوسف لإخواته إنهم خلعوا منه قميصه، القميص الملون اللي عليه، وخدوه ورموه في البير. وأما البير فكان فاضي مفهوش مية. بعدين قعدوا عشان يأكلوا أكل. فرفعوا عينيهم وبصوا وفين وقافلة إسماعيليين جاية من جلعاد، والجمال بتاعتهم شايلة توابل ومرهم بلسان وصمغ لادن رايحين عشان ينزلوا بيها لمصر. فقال يهوذا لإخواته ايه الفايدة اننا نقتل اخونا ونخفي الدم بتاعه؟ تعالوا فنبيعوا للإسماعيليين ومتبقاش ايدينا عليه لانه اخونا ولحمنا. فاسمع له اخواته. وعدى رجالة مديانيين تجار فسحبوا يوسف وطلعوه من البير وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة. فجم بيوسف لمصر ورجع رأوبين للبير وفين ويوسف مش في البير فقطع هدومه. بعدين رجع لإخواته وقال الولد مش موجود وانا روح فين؟ فأخدوا قميص يوسف ودبحوا تيس معيز وغمسوا القميص في الدم وبعتوا القميص الملون وجابوه لباباهم وقالوا لقينا ده، اتأكد هو قميص ابنك ولا لأ؟ فتأكد منه وقال قميص ابني، وحش سيء أكله. افترس يوسف افتراس فقطع يعقوب هدومه وحط مسوح على وسطه وناح على ابنه أيام كتيرة. فقام كل ولاده وكل بناته عشان يعزوه فرفض انه يتعزى وقال أنا حنزل لابني وأنا بنوح للهوية. وبكى عليه أبوه. وأما المديانيين فبعوه في مصر لفوتيفار المخزي بتاع فرعون رئيس الشرطة.